طاب اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها بالعناوين. من المصدر اونلاين: عدن تحيي ذكرى شهيده العمل المدني في تعز. مواطن في صنعاء يقول لموقع اخباري: اسبوع كامل وانا انتظر اسطوانه غاز في الشارع. موقع دولي يتساءل: 2000 إرهابي يخرجون من السجون قريبا، هل العالم مستعد؟ ومن جولتنا في الصحافة الفرنسية: الأسلحة المستخدمة في النزاع اليمني تنتهك القانون الإنساني الدولي. أهلا بكم. تزيد الصين من نفوذها في محافظة عدن جنوبي البلاد مع العلاقة المحدودة بين الإمارات والحكومة، وفقا لما يقوله تقرير اليمن مونيتور، والذي يضيف أن هذا النفوذ محاولة لقطع الطريق أمام شركة موانئ دبي العالمية للسيطرة على الميناء الاستراتيجي ويعنون الموقع. النفوذ الصيني الجديد عبر عدن يقوض الاستراتيجية الإماراتية جنوبية اليمن. وكان ميناء عدن خاضعا لإدارة موانئ دبي العالمي منذ 2008، لكن الحكومة اليمنية التي يقودها هادي كانت قد ألغت الاتفاقية عام 2012 بعد أن وصفتها بالمجحفة، حيث اعتمدت إدارة موانئ دبي على إدخال الميناء في حالة سبات. ويقول الموقع أن الإمارات تسيطر فعليا على مدينة عدن عبر قوات يمنية قامت بتدريبها تخضع لإدارتها إلى جانب باقي المدن الجنوبية الأخرى على امتداد القوس الواصل من المهرة وحتى ميناء المخا. وقال الموقع: بعد خروج موانئ دبي العالمية حاولت أبو ظبي إعادتها للعمل في الميناء الحيوي، لكن الحكومة اليمنية كانت ترفض، وكانت الصين تحاول الحصول على عقد إدارة الميناء. وفي عام 2014 زار وفد من المهندسين الصينيين لدراسة الميناء، لكن سيطرة الحوثيين على البلاد والدخول في عمليات التحالف العربي أجل حدوث تقدم في المحادثات بين الجانبين. وينسب الموقع الإخباري لمصدر ووسائل إعلام قولها أن الرئيس عبد الرب منصور هادي عرض على السفير الصيني لدى بلاده خلال اجتماع في الرياض تأجير الميناء للصين، وأن السفير وعد بعرض الموضوع على بلاده بعد أن رحب بالفكرة. تقديم ميليشيات الحوثي دليلا يوميا أو تقدم ميليشيات الحوثي دليلا يوميا أن كل شيء قابل للبيع، فبعد أن نهبوا وباعوا ما وقع تحت أيديهم وصل الحال بهم إلى بيع النفط المخزون في أنبوب يصل بين حقول صافر وميناء رأس عيسى، ويخططون لبيع الخام الموجود في مخازن الميناء. وقال موقع المصدر أونلاين إن سلطات المتمردين الحوثيين أقرت بيع كميات كبيرة من النفط الخام تقدر بنحو 600,000 برميل كانت مجمدة في أنبوب تصدير النفط الممتد بطول 470 كيلومتر من حقول صافر النفطية بمحافظة مارب إلى خزانات رأس عيسى على البحر الأحمر، ويمر عبر مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين. وبحسب وثيقة صادرة عن محمود النوم مدير المؤسسة العامة للنفط والغاز إلى عمليات وزارة النفط واطلع عليها المصدر أونلاين، فإن الكمية ستباع باسم الاتحاد التعاوني الزراعي وبسعر 70 دولارا للبرميل الواحد بحسب الأسعار العالمية. وسيحصل الحوثيون على عائدات ضخمة من الصفقة تقدر ب 42 مليون دولار، أي ما يعادل 17 مليار ريال يمني. وطلبت الوثيقة الموقعة من رئيس حكومة ميليشيا الحوثي عبد العزيز بن حبتور من المشتري تقديم ضمان اعتماد مستندي غير محصور وقابل للزيادة والنقص وغير قابل للإلغاء ب15 يوما قبل البدء بعملية السحب والتحميل من الأنبوب، وأن يتم فتح الاعتماد عبر بنك محلي تجاري مقبول لدى البائع. وأكدت الوثيقة أيضا أن على المشتري بذل جهد لإفراغ الكمية المتاحة من الأنبوب خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ توقيع العقد. وأوضح خبراء في النفط للمصدر أونلاين أن قرار الحوثيين ببيع النفط الخام المجمد داخل الأنبوب يعني قيامهم بتدميره من خلال إحداث ثقب كبير في الأنبوب الذي يكلف ملايين الدولارات. لا يمر يوم دون فاجعة في عدن. عملية اغتيال غادرة
أو عبوة ناسفة أو سيارة مفخخة أو مداهمة حياة رعب لم تشهدها عدن على مر التاريخ. هكذا بدأ أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا في أجزاء من المقال. المؤسف في عدن تلاشي ظل الدولة لصالح ظل ميليشيا، حيث يفقد المواطن الثقة في الحكومة ما يضعف من استقرار الوضع ويعزز الانفلات في كل شيء. إنه مخطط بعناية يبدأ بزعزعة الثقة لتبدأ حالة التوتر ليصل إحساس المواطن بغياب الدولة كشخصية اعتبارية ليتقبل حكم اللا دولة وينصاع للميليشيات والعصابات أو يكون تحت رحمتهم. إنها مسؤولية التحالف والوعد باستعادة الدولة وشرعيتها ونكث بالوعد. اهتزت الأرض من دو انفجار مطعم الخير وسار الرعب بين الناس في الأحياء القريبة ريمي وعبد العزيز والدرين، كأنه في بيت من بيوت هذه الأحياء. خرجت الناس لتطمئن على جيرانها وأبنائها في المدارس، الكل مذعور والطلاب يركضون وصراخ عويلهم يملأ الشارع وحركات الأطقم منفلتة وصوت صفارة الإنذار تنطلق من سيارات الإسعاف. ازدحم الشارع المؤدي لموقع التفجير والمحاذي لأربع مدارس، وإذا بأحدهم يمتشق بندقيته ويطلق النار في السماء ليفتح طريقا لطقم عسكري. تصور حالة المذعورين وخاصة الأطفال منهم مشهد مؤثر، احتضان الأطفال وهم يبكون، وطفل شارد مرعوب يبحث عن مخبأ، وأم تصرخ تنادي ولدها بين هذا الجمع والخوف من الرصاص الراجع. رجل أمن الدولة يعرف بشخصيته وهو يطمئن المذعورين وينظم حركة السير ويهدئ من حالة الرعب ليستقر الوضع. ما رأيناه لا يشبه ظل دولة. إلى موقع المشاهد نت والذي تابع حفل تأبين الشهيدة ريهام البدر التي قتلت برصاص قناص حوثي بمحافظة تعز في 8 فبراير الماضي. عدن تحيي أربعينية ناشطة قتلت في تعز. يقول الموقع أن الذكرى التي أحيتها اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان شهدت حضورا واسعا لشخصيات رسمية حكومية وناشطين وناشطات في المجال الحقوقي، وجدد الحاضرون الدعوة لكل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان في الحرب والسلم، كما جددوا الدعوة للجنة الوطنية للتحقيق في كل وقائع الانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى القضاء. ويذكر أن قناصا من جماعة الحوثي كان قد قتل الناشطة الحقوقية ريهام البدر خلال قيامها بتوزيع إغاثة للمدنيين شرقية مدينة تعز في 8 فبراير الماضي. عن المعركة في اليمن وكيف يخسر التحالف العربي تحالفاته، كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مقاله مضيفا في أجزاء منه. 80% من الملف المأساوي اليمني في يد التحالف، وبالضبط في يد السعودية والإمارات، عكس الملف السوري مثلاً الذي تتناوشه دول عظمى وصل إلى درجة الاشتباك بالسلاح بين روسيا والولايات المتحدة ولو بالنيابة. وقد تندلع فجأة حرب عالمية بسبب الصراع في سوريا بالفعل، عكس ما هو حاصل في اليمن. الملف اليمني 80% في يد التحالف، لكن التحالف لا يريد الفوز بالمباراة لا بالنقاط ولا بالضربة القاضية. ماذا تريد بالضبط؟ دخلت المعركة لاستعادة وإعادة الشرعية بمباركة دولية، وبدلاً من إعادة الشرعية نومتها مغناطيسياً، بدلاً من إعادة الشرعية أعدت المغتربين اليمنيين مطرودين، بدلاً من إعادة الشرعية أصبحت قضيتك الأهم معالجة مشكلة الشمال والجنوب، وربما تقسيم البلاد وفقاً لرؤى مستشار خائب وغامض اسمه أنور عشقي، وكأن المشكلة مشكلة شمال وجنوب وليس الانقلاب على الشرعية. كيف لك أن تفوز وأنت لا تريد الفوز أصلاً، وكأن السياسة لعبة القط والفأر؟ تذكر، هذه مصائر شعوب. عندما يقدم رجل محترم مثل عبد العزيز جباري استقالته من حكومة الشرعية فعليك أن تنتبه، لابد أن ثمة أمرا جللا حدث ويحدث. من فضلك استمع لهذا الرجل، لا تصدق المستشارين المشبوهين، استمع لهذا الرجل فحسب، وإلا فستعض نواجذ الندم بعد فوات الأوان، تماما مثل ما عضضتها بعد سقوط البلاد بين براثن الضباع.
إما أنك لا تتعلم أو أنك سيء النية. يتحدث موقع يمن الغد عن اعتكاف جديد لليمنيين ليس في المساجد ولكن في أماكن أخرى ولأسباب أخرى، وعنوان الموقع: الميليشيات تبيع الاسطوانة ب6000 ريال في إب، والمواطنون معتكفون أمام محطات صنعاء منذ أسبوع. وقال مصدر محلي اليمن الغد إن أحد تجار الميليشيات يبيع اسطوانات الغاز للمواطنين بأسعار غير مسبوقة نتيجة الأزمة التي تشهدها المحافظة في مادة الغاز المنزلي. وتشهد محافظة إب أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي منذ أكثر من 3 أسابيع وسط طوابير طويلة وأسعار خيالية في السوق السوداء. وفي صنعاء تتواصل معاناة المواطنين، إذ لا تزال طوابير اسطوانات الغاز أمام المحطات تزداد كل يوم في ظل غياب حلول من قبل القائمين على إدارة هذه المناطق وعدم المبالاة بمعاناة المواطنين. وذكر سكان وشهود عيان أن الآلاف من اسطوانات الغاز فارغة أمام محطات البيع في العديد من الشوارع منذ أسبوع كامل طوال ساعات الليل والنهار. وبين السكان أن المواطنين لجأوا لربط الاسطوانات بالسلاسل وتغطيتها بالخيام أثناء الليل خوفا من تعرضها للسرقة. وقال مواطن إن اسطوانة الغاز التابعة له وضعها أمام محطة الغاز في شارع الأصبحي منذ حوالي أسبوع. ربما هو من زرع اللغم صباحا ثم نسي موضعه وداس عليه ليلا ليقتله، أو ربما أحد جنوده فعل ذلك. الكثير من تلك الاحتمالات ترد عند قراءة خبر جاء في موقع مسند للأنباء: مصرع قيادي حوثي إثر انفجار لغم زرعه الانقلابيون غرب يتعس. وقال الموقع أن قياديا حوثيا لقي مصرعه الأربعاء إثر انفجار لغم أرضي زرعته الجماعة الحوثية في وقت سابق غربية محافظة تعز. وذكرت مصادر إعلامية في الجيش الوطني أن القيادي الحوثي المكنى أبو طه لقي مصرعه بعد أن انفجر فيه لغم أرضي زرعه الحوثيون بأنفسهم في وقت سابق. ويتابع الموقع يذكر أن وقوع الحوثيين في فخ ألغامهم لم تكن الأولى، حيث سبق أن لقي عدد من المجندين الحوثيين حتفهم في وقت سابق عند مرور مركباتهم عن طريق الخطأ في حقل ألغام بمحافظة الحديدة غربية اليمن. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نطالع في تقرير ترجم حصريا لقناة بلقيس من صحيفة لوبونيون الفرنسية ما كتبه الصحفي باسكال إيرو: اليمن دولة تحتلها السعودية والإمارات بمساعدة الغرب. الحرب بين شمال اليمن وجنوبه تثير دراما إنسانية واسعة النطاق للسكان المدنيين، وقد نددت بها المنظمات غير الحكومية أكثر فأكثر. وفقا للتقرير الصادر عن مكتب المحاماة أنسيل بتفويض من منظمة العفو الدولية ومنظمة آكآت، تقدم فرنسا أسلحة ومساعدات استخباراتية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة. ووفقا لهاتين المنظمتين غير الحكوميتين، من المرجح أن تنتهك هذه الأسلحة المستخدمة في النزاع اليمني القانون الإنساني الدولي، وقد تسبب في تحمل المسؤولية الجنائية للصانعين عن القتل الخطأ أو التواطؤ في جرائم الحرب، وهم يدعون إلى الوقف الفوري لعمليات التسليم ويدرسون أمكانية اللجوء إلى القضاء. المنظمتان أيضا شجبتا الدعم العسكري من الغرب إلى دولتي السعودية والإمارات، فهذه المساعدات قد تنتهك القانون الإنساني الدولي. يأتي هذا النداء في الوقت الذي استقبل فيه دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض قبل أن ينتقل إلى فرنسا منتصف إبريل الماضي. لم يعد هناك بيئة صديقة للإعلام في اليمن، وكما تقول صحيفة العرب الجديد، فأثناء فترة الصراع
تم توظيف الإعلام كأداة له، ومن رفض العمل ضمن هذه المعادلة تم توقيفه أو اعتقاله أو تسريحه من عمله، إذ انضم كثير من الصحفيين لشريحة العاطلين عن العمل، فيما يمارس بعضهم أعمالا أخرى لكسب قوة أطفاله، وهؤلاء يلعنون الحرب وأطرافها المختلفة مقابل تطفل كثيرين على مهنة الصحافة داخل اليمن وفي عواصم الإقليم المختلفة. وتضيف الصحيفة: أغلق الحوثيون كل مؤسسات الإعلام المعارضة لهم في مناطق سيطرتهم، وكذلك فعلت الشرعية والتحالف في مناطق سيطرتهم. وخلال العام 2015 قام الحوثيون باعتقال عشرات الصحفيين، منهم 11 صحفيا دفعة واحدة، ما زالوا حتى اليوم رهن الاعتقال والحرمان من العلاج وحتى من الزيارة أحيانا. الدكتاتوريون يحبون ترامب وهو يحبهم أيضا. تحت هذا العنوان كتب الصحفي الأمريكي نيكولاس كريستوف مقاله في نيويورك تايمز مضيفا: إذا كنت دكتاتوريا مجرما فإن هذا وقت جيد يمكنك أن تستمتع بالعيش فيه، لن يثير أحد الكثير من الصخب إذا أرسلت زعيم المعارضة لديك إلى السجن، أو إذا أصبح صحفي مشاكس مفقودا، أو كما حصل في الكونغو إذ تم غزو منزل قاض أغضب الرئيس الدكتاتوري واغتصبت مجموعة من البلطجية زوجته وابنته. بينما يستبدل الرئيس ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون بالرجل الأكثر زقرية مايك بومبيو، دعونا نلاحظ شيئا يذهب أبعد من مجرد الأشخاص إلى جوهر الدور الأمريكي في العالم. لقد تخلت الولايات المتحدة عن إجماع قائم بين الحزبين على احترام حقوق الإنسان والذي يعود لعقود. عدت توا من ميانمار حيث يجد القادة هناك أيضا أن هذا هو الوقت الأنسب لارتكاب جريمة إبادة جماعية، وقد شن الجيش حملة أرض محروقة ضد الأقلية العرقية من طائفة الروهينجا، حيث ألقى الجنود الأطفال في النيران بينما يغتصبون النساء. فما الذي قاله الرئيس ترامب لإدانة ميانمار على هذه الأعمال الوحشية؟ لم يقل أي شيء في الحقيقة. في الماضي كانت حقوق الإنسان تشكل على الأقل واحدا من خيوط سياساتنا الخارجية، وكان هذا النهج يتبع بشكل غير ثابت على مضض أو نفاقا، وكان يتصارع باستمرار مع اعتبارات الواقعية السياسية، لكنه كان في الماضي واحدا من العوامل الموجودة والعاملة. كنت بين فترة وأخرى أهاجم الرئيسين باراك أوباما وجورج دبليو بوش لأنهما يفعلان المزيد بشأن الأعمال الفظيعة التي ترتكب في سوريا أو في دارفور أو في جنوب السودان، لكن كل من أوباما وبوش كان بوضوح متألمين وحانقين لأنهما لم يمتلكا أدوات أفضل لوقف المذبحة. وعلى النقيض من ذلك يبدو الرئيس ترامب بكل بساطة غير مكترث. يتساءل الموقع الأخباري الدولي ارفع صوتك في صفحته الرئيسية: 2000 إرهابي يخرجون من السجون قريبا، هل العالم مستعد؟ وقال الموقع أن أجهزة مكافحة الإرهاب الأوروبية تستعد لإفراج قريبا عن مئات المحكومين في قضايا إرهاب بعد أن أنهوا محكومياتهم، لكن السجناء السابقين سيطرحون مشكلة مراقبة إضافية. وسيضاف الخارجون من السجون في الأشهر والسنوات المقبلة إلى قائمة الأفراد الخطيرين العائدين من الجهاد في سوريا والعراق أو الخلايا النائمة أو المتشددين. ويخشى المحققون الأوروبيون أن ينفذ هؤلاء الخارجون من السجون عملا إرهابيا في أي لحظة. ويقول مسؤول فرنسي في جهاز مكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية: نتوقع أن يخرج من السجن أول دفعة من المحكومين في قضايا إرهاب الربيع المقبل، ويطرحون تهديدا محتملا ومقلقا نأخذه على محمل الجد. ويرى الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن السجون أصبحت بعيدة كل البعد عن الإصلاح، بل أصبحت أكاديميا لتبادل الخبرات والتجارب وإجراء حوارات تشجعهم وتحفزهم على المضي قدما. حالة الحرب دون رؤية الصحفي علي سالم المعبقي لوالدته وهي على فراش المرض في إحدى مشافي عدن، وقد كتب عن أولئك المحرومين من أحبائهم حين يغادرون وعن حال البلاد التي آلت إليه. وقال المعبقي في أجزاء من المقال: على مدى أسبوع كانت الرسائل والاتصالات تتوالى قائلة
أمك أسعفت إلى عدن، أمك تحتضر وتتمنى رؤيتك. بقيت أتريث وأترجى على أمل أن تنفرج الأمور. وفي اليوم السابع أقفلت الهاتف نهائيا. 3 سنوات مرت ونحن واقفون تحت مطر الرصاص والقذائف، يعبرون فحيح الكراهية ويخترقنا أزيز الطائرات من دون أن يهتز لنا رمش، لكننا نرتجف لغياب الماء والكهرباء والغذاء والدواء. قد لا تمتلك سلاحا، لكنك ستقاتل بما تبقى من روح وأظافر وأسنان. أما أن تفتقر للمال فإنها الهزيمة عينها والضعف كله. هكذا وجدتني في اليوم السابع أعزل تماما، لا مال أسافر به أو أبعثه لأمي. إقفال الهاتف كان رصاصة الرحمة التي أطلقتها على ضعفي فأصبت أمي. قرأنا عن أسلافنا العظام ملوك سبأ وحمير ومعين، أولئك التبابعة الشاهقون، هل كانوا كذلك أم هي دروس التاريخ اللعينة كذبت علينا؟ إذا كانوا كذلك فلماذا بتنا شعبا هشا في قبضة عصابات العنكبوت؟ لا أقصى من أن تمضي حياتك تشاهد القتلة، قتلتك لا سواهم، لا زهر ولا ماء ولا سماء فقط. قتلتك يأكلون عينيك شهرا بعد شهر وعاما إثر آخر، فلا أنت نفدت ولا هم شبعوا. في اليمن الشاهق بلصوصه وقتلته، بغزاته ومحرريه، بسادته وعبيده، أمامك خياران لا ثالث لهما. إما أن تكون واحدا منهم أو تبقى فريسة أبدية، تنهش وتنهش، فلا هي عاشت ولا هي ماتت، فقط تحصي أوجاعها. لا خطيئة ارتكبناها سوى أننا نرفض العودة إلى رحم البندقية. فهل أخطأنا حقا ليحفر لنا أبناء جلدتنا أخدودا يستحي الله إن رآه؟ ليتهم قتلونا بضغطة صمت كما قتلت أمي، لكنهم أبقونا ما بين الحياة والموت، نسمع نواحهم علينا ونشاهد أوجاعنا تتكاثر على موائدهم. وطن يأكلك بشغف يرثيك بصدق. ومن عاصمة مصر القاهرة، نشرت صحيفة الجارديان صورا تظهر بساطة الناس فيها وكدهم للبحث عن لقمة العيش. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.